عندي بتصير فياعه خالص <applause> عايزاها تتخن <applause> <مم> والله بص بالنسبه للبنت الرفيعه احنا دايما قلنا حاجات كتيره جدا 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 على اليوتيوب لو كتبت مثلا وليكن علاج النحافه عند الاطفال او كده هتلاقي فيديوهات كتيره جدا عمل معموله على اليوتيوب لكن انا برضه هحاول اديك خلاصه حاجه بسيطه بس انا يعني هديك حاجات بسيطه بس انت مهم جدا ان انت تخشي على اليوتيوب وتكتبي كده علاج دانا عند الاطفال مع الدكتور احمد عطيه الدهشان هيجي لك الفيديو بتاعي هتتفرجي عليه هتاخدي تفاصيل كامله لعلاج المشكله لكن انا هنا هقول لك شويه حاجات بسيطه تقدري تستفيدي منها ايه هي من الضروري في البدايه ان احنا نعرف ما هي سبب النحافه اللي موجوده عند الطفل هناك سببين يعتبر من أكثر الاسباب شيوعا للنحافه عند الاطفال <applause> اللي اول حاجه اهم اهم هنعمل تحليلتين عشان نتاكد ان احنا مثلا يكون ما عندناش انيميا الانيميا سبب في النحافه وفقد الوزن عند الاطفال والديدان سبب في النحافه وفقد الوزن عند الاطفال هناك مشاكل كتير جدا 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 لكن انا بقول لك اشهر حاجتين فضروري جدا ان انت تعملي تحليل صوره دم كامله عشان نتاكد ان هي مش عندها انيميا لان الانيميا سبب عن ممكن تبقى سبب في النحافه اللي موجوده عندها ممكن يكون عندها ديدان في الامعاء هي هي بتاكل والديدان أيوة اللي جوه بطننا بتاكل اللي هي بتاكله فتلقائيا فمثلا لو عملنا الاكل اه اه, آه مثلا عملنا التحاليل ايوه بتاكل الاكل صح اه يعني مثلا عملنا التحاليل يا دكتور احمد وبعد ما عملنا التحاليل مثلا طلع عندها انيميا يبقى بنعالج الانيميا ومع علاج الانيميا بنمشي على نظام غذائي كده معين بسيط معدليها ليها ويكون سهل بالنسبه لها للحاجات اللي هو بي بي بتحبها يعني ده كده بشكل مختصر يعني بنعالج سبب المشكلة يعني مينفعش ما 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 احسن اقولك كل البتاعة الفلانية ديت هتنفع معاها طب ما هي اصلا ممكن يكون عندها مشكلة مسببها لها النحافة فس مشكلة طول ما المشكلة موجودة حتى لو هي كانت حاجة حتى لو زادت شوية هترجع تاني لوزنها الطبيعي مرة تانية لان احنا عندنا حاجة بتسبب النحافة اللي موجودة عندنا